لا، عايزين اسالك عن محمد صلاح والاداء الرائع اللي بيعمله في الدوري الانجليزي على مدار سنوات مع فريق ليفربول ومع المدرب الرائع يورجن كلوب. رايك ايه في الاداء اللي بيقدمه محمد صلاح؟ لعيب كبير من غير ما نقول اي حاجة. اللعيب بيلعب كويس جدا، بيشتغل كويس جدا، تقنيا هو كويس جدا، بيعمل فرق كبير جدا في المكان اللي هو بيلعب فيه. دايما بتفرج على الماتشات بتاعت ليفربول، ودلوقتي انا متابع الفرقة ليفربول في الوقت اللي هو بيلعب في كاس الامم الافريقيه. ليفربول خسروا المكان اللي هو بيلعب فيه طبعا بالطريقه اللي هو بيلعب بيها، وبيلعب كويس جدا لانه بيعمل شغل كويس جدا، مش بس في الدوري السنه دي، بس في الدوريات السنوات اللي فاتت. وهو عمل نفسه واحد من أهم اللعيبة اللي ليفربول بيعتمدوا عليهم في آخر كام سنة. محمد صلاح دلوقتي في نقاش حول عقده مع فريق ليفربول، هل تتوقع بقائه مع ليفربول؟ هل تتوقع رحيله عن الفريق في الفترة اللي جاية؟ أظن إن هو هيفضل في ليفربول. دي حاجة طبيعية جدا إن العقود يبقى فيها كلام كتير، بس هيبقى في مفاجأة لو خرج من ليفربول، لأن ليفربول فرقة قوية. وأظن إن مع الكونديشنز أو مع الطرق كلها محمد صلاح هيفضل. لازم ينتظر، لازم كلنا ننتظر نشوف العقد هيبقى فيه ايه، واظن ان هو هيفضل في ليفربول وقت اطول، بس لازم طبعا ننتظر الاخبار الرسميه من ليفربول، لان طبعا لو محمد صلاح مش هيحب ان هو او مش هيقدر يكمل في ليفربول، طبعا هيبقى في اكتر من فرقه تانية محتاجين لخدمات محمد صلاح. لان في الشهور القادمه احنا لازم ننتظر ونشوف ايه اللي هيحصل معاه ومع ليفربول.